صباح الخير على كل متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. احنا معاكم النهارده من لايف جديد. احنا اللايف بتاعنا النهارده هيتناول اسعار العملات، سواء العملات الاجنبيه او العملات الخليجيه. النهارده الدولار عامل في الشراء 18.54، اما بالنسبه لسعر البيع فهو عامل 18.62. اليورو النهارده عامل 19.85، بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 19.94. زي ما حضراتكم متابعين معانا ان الدولار ارتفع عن الايام اللي فاتت، يعني كان الدولار في البداية كان عامل 18.28، بعد كده ارتفع ل 38، بعد كده الدولار مستقر الايام دي على 18.54 بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لمتوسط سعر البيع فهو عامل 18.62، وده طبعا الأسعار دي بالنسبة لسعر البنك المركزي. اليورو عامل 19.85 بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 19.94. الجنيه الاسترليني عامل 23.31 بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 23.42. عادة بيبقى سعر البيع أعلى من سعر الشراء. الفرنك السويسري عامل 19.30، ده بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 19.38. الريال السعودي بقى فهو عامل النهاردة 4.94 بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 4.96. الدينار الكويتي عامل النهاردة 60.55 بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 60.85. الدرهم الإماراتي عامل 5.04، ده بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 5.07. يعني زي ما حضراتكم تابعين معانا، دي أسعار العملات بالنسبة للبنك المركزي. وطبعا يعني البنك المركزي غير البنك الأهلي، غير بنك مصر، غير البنوك، بتختلف أسعار تداول العملات بالنسبة لها. وعايزة أنوه عن حاجة، إن ده بيبقى بالنسبة لسعر تحويل الدولار من هناك، لأن ما فيش حد بيشتري دولارات من البنك. ان شاء الله يعني هو في استقرار الايام دي في سعر الدولار، يعني هو مستقر بقاله كام يوم على 18.55 بالنسبة للشراء، وبالنسبة للبيع 18.61. زي ما حضراتكم متابعين معانا، اخر تحديث لاسعار العملات بالنسبة لبنك مصر فهو سعر الدولار فيه عامل 18.55 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فهو عامل 18.61. اليورو عامل في بنك مصر 19.85، أما بالنسبة للبيع 19.98، ده بنك مصر. الجنيه الاسترليني في بنك مصر عامل بالنسبة لسعر الشراء 23.32، أما بالنسبة لسعر البيع بيبقى 23.47. الفرنك السويسري عامل في بنك مصر بالنسبة للشراء 19.29، أما بالنسبة للبيع فهو عامل 19.40. الدينار الكويتي في بنك مصر في الشراء عامل 58.31، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 60.84. الريال السعودي في بنك مصر عامل 4.94 في الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 4.96. الدينار الأردني عامل في الشراء 25.76، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 26.24. الدينار البحريني عامل النهاردة
47.93 في الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 49.36. الريال القطري عامل 4.75 في الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 5.11. الريال العماني عامل 47.08 ده في الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 48.33. الدرهم الإماراتي عامل النهاردة في بالنسبة لسعر الشراء في بنك مصر 5.04، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 5.06. الدولار الاسترليني، الدولار الاسترالي عفوا، عامل 13.28 ده بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 13.38. يعني هو حاليا في استقرار متوقع في حالة الدولار، وده طبعا بناء على كلام بعض البنوك ان هو الدولار حاليا في استقرار في السعر بتاعه. يعني الدولار النهاردة عامل في بنك مصر عامل 18.55 ده بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فهو عامل 18.61 في بنك مصر. فهو حاليا في استقرار بالنسبة لسعر الدولار عن الكام يوم اللي فاتوا، لأن الدولار كان وصل ل 18.28 و27، بعد كده وصل ل 18.37، بعد كده استقر على ال 18.55. يعني بنتوقع ان هو، يعني بنتمنى ان هو يعني سعر الدولار يكون فيه هبوط عن كده. زي ما حضراتكم متابعين معانا، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، احنا النهاردة بنتابع معاكو لايف بنتناول فيه أسعار العملات، سواء العملات الأجنبية أو العملات الخليجية. أي حد حابب يستفسر عن أي نوع عملة، يشوف السعر بتاعها النهاردة عامل كام في البنوك، يمكن يكتب لنا في الكومنتات وإحنا بإذن الله نرد عليه. زي ما حضراتكم عارفين إن البنك المركزي في سعر الدولار ثابت، يختلف عن البنك الاهلي، يختلف عن بنك مصر، يختلف عن البنوك اللي موجودة. كل بنك وليه سعر دولار، هو يعني بيتفاوت ما بينهم قرش او قرشين في الاسعار. احنا النهاردة هنتابع معاكم اسعار العملات. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا، اليورو النهاردة عامل 19.85 ده بالنسبة لسعر الشراء بالنسبة لاخر تحديث في بنك مصر، اما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 19.98 ده اليورو. الجنيه الاسترليني عامل 23.32 بالنسبة للشراء، اما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 23.47. الدولار في اخر تحديث في العملات في بنك مصر، في حاجة اسمها البنك نوت وفي التحويل. لو انت عايز تحول غير لو انت عايز تاخد من البنك، البنك الدولار النهاردة 18.55 بالنسبة للتحويل في الشراء، 55 الدولار في التحويل، بالنسبة لسعر البيع في التحويل عامل 18.61. الدولار في البنك نوت عامل 18.55 برضو في الشراء، اما في البيع عامل 18.61. اليورو النهاردة عامل في الشراء 19.85 بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 19.98. يعني شراء التحويل أو البنك نوت فروقها بسيطة جدا. الجنيه الاسترليني عامل 23.32 في الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 23.47.
الدينار الكويتي عامل النهاردة في الشراء 58.31، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 84. ده الدينار الكويتي. الريال السعودي عامل النهاردة 4.94، ده بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 4.96. الدينار البحريني عامل 47.93 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فهو عامل 49.36. الريال القطري عامل 4.75، عفوا، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 5.11. الدرهم الإماراتي عامل النهاردة 5.04 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 5.06. زي ما حضراتكم متابعين معانا أسعار العملات، يعني حقيقة الدولار في استقرار، الدولار في استقرار يعني الأيام دي، بس يعني نتمنى إن الدولار ما ينزلش. الدولار النهاردة عامل 18.55 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فهو عامل 18.61. احنا نتمنى ان الدولار ما يعلاش وان الدولار ينزل، بس هو حاليا يعني التوقعات كبيرة ان الدولار مش هيتخطى بإذن الله 20 جنيه، فهو يعني في استقرار حاليا. الريال السعودي عامل النهاردة في الشراء 4.94 بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 4.96. احنا بنشكركم متابعي أبو كبير ميديا في كل مكان، واستنونا في لايفات تانية كتير. دمتم في أمان الله.